أما هلأ نور وصلنا على محطتنا التالية، ويمكن اللي بنعرفه والكل بيعرفه أنه الصيام هو مو صيام فقط عن الأكل والشرب، هو صيام أخلاق بالبداية. صحيح. لحتى يصح صيامك لازم تكون تمشي على كتير قواعد، والأهم هو كيف نقدر نمشي نهارنا من دون ما نحمل الناس ملامة أنه أنا صايم، لا تحكي معي أنا صايم. صحيح. أو عصبت فلتت أعصابي خلص عادي لأني أنا صايم، دائما الحجة للصيام وهو العكس لازم يكون. ودائما بنقول الحكمة من الصيام هي تهذيب النفس، وطبعا الصبر اللي بيعلم الإنسان دائما يوصل لكل شيء بده إياه بطريقة صحيحة وليس بالطريقة الخاطئة. رح نحكي أكثر عن صيام النفس وكيف ممكن أضبط انفعالاتي بشهر الخير. طبعا مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة رولا صداوي، اختصاصية تعلم نفس. صباح الخير دكتورة. رمضان صباح الخير. كريم. صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وأنتي بألف خير دكتورة. خير. يمكن حكيت سلمى بالبداية نقطة كتير مهمة، يعني خلال الشهر الكريم بتلاقي الناس نوعا ما معصبة، مزاجيتها عالية جدا، عم نصوم فعليا لساعات طويلة، ويمكن كمان الظروف الاقتصادية والظروف الحياتية بتأثر نوعا ما، يعني كله بيجتمع مع بعضه. بس بالأخير هو الصيام مثل ما قلنا هو تهذيب للنفس، هي صيام أخلاق، مش فقط الصيام عن الأكل والشرب. صحيح. خلينا نحكي عن هي الحالة المزاجية أو الانفعال، شو سببه فعليا، كيف فينا نهذب روحنا ونستغل هذا الشهر الكريم الفضيل؟ هلأ بداية هو الصيام وقت يبدأ الإنسان هي بيصير بهذا التوتر، بتتغير الساعة البيولوجية عنده. وقت السحور، وقت الافطار، بتعود الصبح اذا بده يشرب قهوه يشرب نسكافيه يعني شاي اي شيء، فهو هذا الشيء تغير عنده. فئه الليل كمان يعني تقطع النوم عنده، كان عم ينام مثلا 5 ساعات متواصله، هلا عم ينام ساعتين، بيرجع بفيق بيرجع ممكن ينام، بيصير في هذا التوتر، خاصه اللي بده يروح بكير عنده لعمله. النقطه الثانيه هو كمان حتى الغذاء اللي بياخده بيختلف شوي عن باقي يعني الايام السابقه غير شهر رمضان، فبتحسي كل جسمه اكيد بيتغير. هلا اكيد انت بتعرفي السهر بياثر على الصحه وعلى المزاجيه، عدم شرب مثلا متعود يشرب قهوه بياثر كمان على مزاجيته، كل شيء الاطعمه اللي بياخذها كمان بياثر على مزاجيته، لذلك بتلاقي هو في واغلب الناس بدايه شهر رمضان بتحسيها دوما هيك متضايقه، بتقول لك مكتئبه. هو مو اكتئاب، هو يعني جسمه كله يعني نظام غذائه والنوم وكلها مو تغيرت عنده، لذلك بتحسي انه هو متغير وبتشوفيه دبلان وبتشوفيه حتى من بدايتها يعني، وهذا هو السبب يعني تغيير الساعه البيولوجيه عنده. طيب دائما نحن بنربط بين سرعه الغضب والصيام، وبنربط بين انه لا نحن لازم نحاول قدر المستطاع مثل ما بيقولوا نعدل العشرة حتى نحفظ صيامنا يعني بالاخير. تمام. لانه اذا صارت مشاكل وخناقه فما عاد في داعي للصيام مثل ما بيقولوا. فخلينا نعرف هي الاليه كيف الانسان بيقدر يعتمدها وقد ايه بيستفيد منها، لانه اليوم مو بس بالصيام رح يستفيد لما بيضبط اعصابه باقي الحياه ايامه. هلا هو نحن بنقول صوم عن صوم الجوارح، صوم مو بس انه انقطاع يعني عن الطعام والشراب، لا حتى بالعادات اللي هو متعوده سابقا بده، اذا كانت ايجابيه بتزيد واذا كانت سلبيه لازم يحسنها. هلا هو في نقطه انا بس لقي نفسي، يعني هي احنا عم نحكي بامور بعلم النفس، هي عادي بدك تقولي ترجع بس لقي نفسي انا اذا كنت انه انا بدي ادرب نفسي هذا الشهر. يعني اعطيكي مثال، شخص بده يتقدم لوظيفه للعمل بيقولوا له عندك امتحان ساعتين مقابل عمل، بدك تكون منضبط، ومهما كان هو كان عصبي بتلاقي منضبط ساعتين تمام. طب هو كيف درب نفسه هالساعتين؟ بيقدر يدرب نفسه باقي الساعات او باقي الايام. هي مثال صغير وعليه من قيس. فهو بده يدرب نفسه انه انا حتى مو بس لشهر رمضان، يعني انا لما بنفعل او بتوتر اول شيء انا عم بخسر من صحتي، ثاني شيء انا صرت انسان يعني نوعا ما مو متقبل مع زميلي، يعني معلش نحن بنقولها دوما مهما كانت عندي مشاكل وظروف محيطي زملائي ما لهم علاقه بهي الظروف، هن عندهم مشاكل كمان، فليش لحتى يتحملوا هذا الضغط اللي عندي. فهو بده يدرب نفسه، هو شهر تدريب وفي حكمه،
لما فرض الله سبحانه وتعالى اكيد في حكمه، بندرب نفسنا لانه ثواب اكثر بياخذ، يعني بصير في عنده بشوف الناس كلها عم تجاهد نفسها بنقول حتى يتخلصوا من هالعادات السلبيه، لكن بعدين بده يصير في عنده ملكي. وغير شهر رمضان لانه بقيه حياته يعني بشكل عام الناس كلها متوتره وظرف صعب وضغوطات اقتصاديه ويعني وضع على الجميع، فمو بس انا اللي عندي، مو بس انا اللي صايمه، مو بس انا اللي لي ظرفي الخاص، لا اكيد كله. فمجرد انا لقنت افكاري ومثل انا عندي هدف، هدف بدي اوصل له، هذا الهدف تلاقيه دوما عم بسعى لتحقيقه، وكمان هدفي انا غير من عاداتي السلبيه للايجابيه. هي نقطه مهمه دكتوره رولا، خلينا نركز عليها. قلتي مش فقط خلال شهر رمضان المبارك، قديش فينا فعليا نستغل شهر رمضان المبارك لنقدر فعليا نعود نفسنا ونهذب نفسنا على عادات سليمه نفسيا، مثل ما قلنا الغضب او الانفعال او المزاجيه العاليه، وحساسا هو اساسا فينا نقول كمان صحي للجسم، فيني استغل هذا الشهر لاعمل يمكن هيكليه من اول وجديد لانفعالاتي يمكن اللي هي اساسا مزعجه، مثل ما قلتي الظرف مو فقط عليك لهيدا الشخص، الظرف على الكل عام. اليوم كلياتنا عم نعيشه. هلا نحن بنستثمر هذا الشهر الفضيل بالشيء يعني المفيد. لاحظي هلا انت وقت تقعدي احيانا ساعه بتقولي مع نفسك، تتواصلي مع شخص، مع صديقتك، تقري شيء بتحبي، هاي الساعة بتقولي أنا بتعمل لي طاقة إيجابية. طيب فما بالك نحن عنا شهر كامل، في كتير أمور هالشهر الكامل، يعني نحن مثل غيرنا، يعني مو بس أنا اللي صايمة. الأمر الثاني أنا بدي أعود نفسي، يعني كمان لما أنا بدرب نفسي على الكلام، يعني وقولوا للناس حسنا، الكلام الطيب، التعامل الحسن، التعامل المنيح. هلأ بداية مشان شهر رمضان رغبة دوما نحن مشان نحصل يعني ثواب أكثر، لكن بعدين فيما بعد أنا صارت عندي ملكة. ولاحظي بالبرمجة اللغوية العصبية دوما أول ما يعلموك كيف تتعامل مهارات الحياة، تتعاملي مع الغير، وبس يفوت هاي الدورة بيطلع فعلا بتغير. طيب نحن عنا دورة كاملة خلال شهر، ليش ما نستثمره؟ كيف انا اتعامل بدايه مع زوجي واولادي، بعدين مع جيراني. يعني تخيلي انه انا صايمه شهر كامل وانا على مشاكل مع جيراني، معناتها انا ما حصلت ولا ثمره ولا استثمرت هذا الشهر. فنفس الشيء انا لما بس درب نفسي، مو بس التعامل، الكلام الطيب، بادر. يعني انا دوما اذا شخص ممكن مثلا اخطا بحقنا، معلش نغفر ونسامح، لانه هذا الشهر بيدربنا كمان نحن مو افضل منه، كمان نحن احيانا ممكن نخطئ بحقه. فهي الامور كلها دوما هي الامور الايجابيه، بس نتحلى فيها او ندرب نفسنا نقول بدنا نحصلها، هي راجعه بالفائده الاولى. اذا بدك تحكي بالفائده هي لانفسنا، بعدين للمحيط. اول شيء نتخلص من امراض الضغط والسكر، وهي ممكن غير عامل وراثي، ما بننكر هذا الامر، لكن ممكن تكون نتيجه انفعال وعصبيه، بصير فجاه معه ضغط، مريض ضغط شرياني او سكر، اذا يعني نتيجه زعل او ضغط غير، احنا طبعا عامل وراثي بيلعب دور. لكن في اضافه النقطه الثانيه، انا لما بكون مثلا بعصبيه ومتوتر، صار انا اخذت تركت انطباع سلبي عن نفسي امام الغير، صار ما عاد حبوا يتواصلوا معي، ممكن اصدقائي المقربين يبتعدوا عني. طب انا شو حصلت؟ ما حصلت شيء. فضروري هون استثمار الشهر المفيد، لانه هو تدريب، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني هو رب العالمين لما قلنا رح يساعدنا اكيد. صحيح. يعني اكيد هو دائما بيقولوا بتهون، يعني الواحد باول يومين تمام. بيكون مستصعب، صعب اول يومين ثلاثه، وبعدين فجاه بيمرق. يعني صرنا هلا 12 رمضان ان شاء الله، فمرق يعني كل عام وانتم بخير اكثر من العشر رمضان الاول. فخلينا نحكي طيب، كيف دائما بنسمع عن مصطلح بالحياه واللي هو كثير مهم، الصبر. الإنسان لازم يتعلم الصبر بحياته، والصيام أفضل وسيلة لتعليم الإنسان الصبر. نفرق بين الصبر وبين اللامبالاة، يعني إنه الإنسان كيف يصبر ويكون صبره منتج أو يتحول للامبالاة مثل ما بيقولوا. في هلا هو سؤال كثير هيك مهم، ويعني انا بقول في نقطه بالتأني السلامه، يعني هذا القول بنسمعه من وقت ما كنا صغار، بالتأني السلامه. هلا هو شو التأني؟ مو بس فقط بقياده السياره، لا، تأني بكل امورنا. لاحظي اذا انت صار مثلا معك لا سمح الله بينك وبين زميلتك مشكله، اذا انت استعجلتي برده فعلك وفورا ويعني زعلتي انت وياها وبعدتي عنها، بعد فتره رح تشعري بهذا الندم، وهي رح نفس الامر. ليش؟ لانه هو هذا
هذا يعني انا ما بترك كل شيء قديم صار بيناتنا. هي مثال بسيط، كل شيء بيناتنا ايام حلوه او ذكريات، خصوصي مثلا زميله الدراسه مشان موقف صار. طيب كمان انا هون بشهر رمضان انا لاني صايمه لازم اتعلم اول شيء الصبر حتى يستمر بحياتي بكل اموري. يعني الصيام بيعلمنا التدريب، يعني هو انا متعوده في الصبح عندي مشروبي المفضل مثلا، بدي اشرب قهوتي، فطوري، كل شيء متعوده انا ورفقاتي جمعا نجيب فطور مثال، هذا كله انا هلا بدي خففه او بده يلتغى. ليش؟ لانه في نحن بشهر رمضان. طيب انا لما بدرب نفسي على هذا التدريب انه انا على الصبر، بعدين بصير عندي حتى الصبر، يعني بدي اتأنى باتخاذ القرارات. كمان في عندك احيانا قرارات مصيريه، العجله هون فيها ندامه، يعني بعض القرارات كمان هون بس بيختلف عن اللامبالاة. اكيد اللامبالاة، شوفي ما كل انسان اللي بيكون عنده لامبالاة ما عنده هدف بالحياه اكيد. يعني ما في انسان بتشوفي وصل لمرحله متقدمه سواء بالعلم سواء بالناس بس تحب تتعامل معه، لانه انسان فعلا يعني بيحترم الغير، غير بيكون عنده حكمه، والحكمه بتجي نتيجه الصبر دوما. فهون اللامبالاة احنا لا الحمد لله يعني من بعيد عنا، لكن الصبر لا اكيد. واكيد هذا الشهر يعني هو تدريب، يعني مثل الطفل انت بدك تعوديه على الصيام. بدايه بتقولي له صوم مثلا من الصبح للساعه 12 او بدايه، برجع بعدين لا معلش زود ساعه، هو بيطلب منك انت بتقولي بتلاقيه فعلا صار رغبه. كمان انا فيني اعود نفسي، يعني هي بس اول كم يوم اكيد صعبه، لكن بعدين اكيد بصير في عندي، يعني نحن ما حنحصل 100%، خلينا نحصل 30% بيكون كثير انجاز عظيم. صحيح، وذكرتي نقطه كثير مهمه، قديش فعليا فينا نستغل هذا الشهر دكتوره لنهذب نفسنا فعليا ونطهر نفسنا. نتشكرك الدكتوره رولا صيداوي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره رولا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ورمضان كريم عليك يا رب. شكرا لكم ورمضان كريم. رمضان كريم.